واش غنقارنوا واحد اللي خدام كيركبوا باش يبداو يخدموا في الضيعه واحد الكاميون نور وبلا يعني متجاوزين القانون متجاوزين الاسيرونس؟ حنا خدينا على عاتقنا اننا نتواصلوا مع القواعد ديالنا الكونفدراليه ومع الشغيله بصفه عامه سواء القطاع الخاص ولا القطاع العام لاجل تنويرها على المخاطر اللي جايبهم الحكومه واللي تكلم عليهم مكتب الدراسات في واحد الدراسه نجزها تحت الطلب ديال الحكومه في 2019 ولكن اللي عاود تم العرض ديالو هذاك البحث ولا هذيك الدراسه عاود تم العرض ديالها طرحوها علينا مؤخرا في اطار اللجنه المشتركه المكلفه بالتقبيل في التقاعد. حنا بطبيعه الحال ملي قرينا التوصيات والاقتراحات اعتبرناها كلها مجحفه بدون استثناء، بمعنى انه جايبة الدوله جايبه من خلال هذيك الدراسه اللي وصى بها المكتب الدراسات العمل الشغل، يعني بغاو المغاربه يخدموا اكثر حتى 65 عام وفوق 2025 قريب، وبغاوهم يخلصوا اكثر اجراء الموظفين يخلصوا اكثر، يعني زيد في النسبه ديال المساهمات الكوتيزاسيون، وبغاو ينقصوا لينا من 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 قيمه المعاش. كيفاش؟ اولا غادي ينقصوا من النسبه السنويه اللي كانت 2% ولا 2 ودابا باغيين يهبطوها على حسب سميتو، كيقول علاش لا راه كثيره خصنا نقصوا يمكن حتى 1.5%. وبالنسبه للقطاع الخاص كذلك باغيين يحسبوا المعاش على ماشي اخر اجر كما كان قبله، ماشي 8 سنوات، باغيين يحسبوا على المده ديال الاشتغال، مده العمل كلها، يعني توتلا كارير. يعني هاد ثلاثه ديال المقاييس زائد مقاييس اخرى، التجميد ديال لا روفالوريزاسيون الى اخره، هذا الشيء ماشي صحيح، ماشي سليم وماشي مقبول ومجحف حق الشغيله والطبقه العامله. هاد المقاييس بثلاثه، زيد خدم اكثر، زيد في السن، كوتيزي اكثر يعني خلص اكثر، ونقص لك من المعاش، ما تطبقوش في شي نظام ديال المعاشات برا. حنا كنسمعوا دابا فرنسا اش كيتكلموا، فرنسا كيتكلموا على السن، رافضين 64 سنه، ما كيتكلموش على حاجه اخرى، ما كاينش حاجه اخرى. هاد الناس عندنا حنايا وكانه الناس بخير لاباس عليهم، باغيين نزيدوا طحنهم، وهذا الشيء ما يمكنش نقبلوه حنا ككونفدراليه. هاد الشيء علاش غادي نخرجوا للاحتجاج من خلال الاضراب اللي غنديروا ديال الوظيفه العموميه اللي غنديروه نهار 18 من اجل عدم المس بالمكتسبات ديال التقاعد، هذه المحاولات الخطيره اللي جايبين، وكذلك من اجل تحسين الدخل ديال الاجراء ديال القطاع الخاص والقطاع العام. وهذا الملف ديال التقاعد بالشكل بالصيغه باش جايبين وباش طرحوه علينا ليس بالبريء، وما يمكنش حنا نقبلوا هذه القرارات، هذه الاقتراحات اللي مجحفه في حق الشغيله، وحنا غنناضلوا وغنرفضوا هذا وغنزيدوا نناضلوا باش نرفضوا هذه الاقتراحات اللي جايبها الحكومه.